المبادرة الرئاسية رواد تكنولوجيا المستقبل هي مبادرة جامعة لجميع برامج الدولة لبناء قدرات وتنمية الكوادر البشرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التدريب على أحدث التقنيات في عدد من التخصصات التكنولوجية المتقدمة. هذه المبادرة تتواكب مع الاحتفالات الوطنية بأعياد نصر أكتوبر المجيد والذي تحقق بعقول القادة وبأيدي الشباب من أبناء مصر من القوات المسلحة للعبور إلى آفاق النصر، فالجميع يستلهم من انتصار الأمس القوة لصناعة المستقبل، وشباب مصر لديه من العلم والعمل ما يؤهله لتحقيق العبور الاستراتيجي والتكنولوجي والوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة وإنجاز انتصارات جديدة تضاف إلى سجل هذا الوطن العظيم. أطلق سيادة الرئيس السيسي مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل في أواخر العام 2015، وتشرف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذها من خلال أذرعها المختلفة، والتي توفر إطارا شاملا متكاملا يضم عدة برامج لتنمية القدرات البشرية للعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتجدد دائما محليا وإقليميا وعالميا. إن الاستثمار في الكوادر البشرية الشابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يترجم في حينه إلى تحقيق القطاع لأعلى معدل للنمو على مستوى الدولة، وإلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأولى فقراتنا في مصر جميلة هنتكلم عن مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومعايا بصراحة حاجة فخر لمصر، اتنين من المهندسات الجميلات المصريات اللي تم تكريمهم في هذه المبادرة اللي تتولى وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات تنفيذها من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة وتكنولوجيا المعلومات. خلونا نتعرف عليهم ونتكلم معاهم عن التكريم وعن كل حاجة ونفهم منهم الدنيا ماشية ازاي. معايا الاول مهندسه رضوى الجندي، اهلا بيكي منوراني. اهلا بحضرتك. وكمان مهندسه ولاء مختار، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اولا يعني طبعا مبروك التكريم. الله يبارك في حضرتك. وخلونا نتكلم عن يعني قبل ما انت انضميتوا امتى والمبادره بتحكي ايه والحاجات دي كلها، بس عايز اعرف يعني احساسكم وانتم بتتكرموا من اكبر حد في جمهوريه مصر العربيه. ده كان شرف لينا الصراحه، كنا مبسوطين جدا. حاجه يعني بتدينا حافز لقدام، بتدينا امل ان احنا هنعمل حاجه اكتر، بتدينا بوش ان احنا خلاص احنا يعني عدينا مرحله كبيره قوي، بتدينا بوش ان احنا خلاص وصلنا وان شاء الله نقدر نعمل اكتر واكتر. وكان شرف لينا الصراحه يعني، مبسوطين جدا اكيد. تمام. كفايه فخرا ان احنا وقفنا في المكان ده وفي الموقف ده واحنا لسه في السن بتاعنا ده، سننا الصغير ده، قدام الناس كلها، والناس كلها كان مديانا الاتنشن ان يسمعونا ويسمعوا البروجكتس بتاعتنا. حسينا ان احنا تعبنا ومجهودنا في كل الحاجات دي، ما كان في دراسه المنحه وفي البروجكت ما راحش هدر، لا ده احنا اتكرمنا عليه كلنا كجروب، اتكرمنا على البروجكتس بتاعتنا. كان يعني كان وفخرا لاهلنا كمان، ان كانوا فخورين بينا. طبعا الجندي المجهول هو الاهل والاسره. تمام يعني فرحناهم، كفايه فرحتهم هم كمان بينا يعني. تمام. طيب قبل ما اتكلم على البروجكتس والمشروعات اللي تدخلتوا بيها، عايز اتكلم على ازاي عرفتوا بالمبادره، سمعتي عنها فين وازاي التحقتي بيها؟ عن طريق الانترنت بالصدفه البحته خالص يعني. كان في سكولرشيب بيعلنوا عنها، قدمت ودخلنا عملنا امتحانات كتير وانترفيوز. هو طبعا بيقدم فيها عدد مهولي من الناس، بس بيقبلوا طبعا عدد صغير بعد الاكزامز والانترفيوز اللي بتحصل. والحمد لله يعني ربنا وفقنا وقبلنا، وبدانا بقى احنا بدانا في شهر 10 2016 وقعدنا فيها 5 شهور. تمام.
طب يعني انت قدمتي ازاي ويعني كتبتي ايه وكنت متوقعه ان ممكن يتم اختيارك مع هذا الكم من الناس اللي مقدمه؟ هو بصراحه لا، ما كناش متخيلين ممكن يبقى نعدي الاكزامز دي كده بسهوله، وكمان كان يعني الموضوع كان فيه شويه كيسز. انا بالنسبه لي انا كان فيه كيس تانية مختلفه شويه، انا كنت دخلت على الويب سايت وقدمت كل حاجه تمام وعديت الاكزامز الاولانيه، وبعدين بعتوا لي ميل في امتحان الاكزام التكنيكال. فللاسف هو الاكزام بيبقى اونلاين ولا بتروحوا؟ لا بنروح، بس هو بيبقى على البي سي يعني مش اوكي. وبعد كده الاكزام بتاع التكنيكال للاسف فاتني، ما كان ميل على موصلني كان معدى الميعاد، فروحت يا جماعه انا اسفه ان انا عديت، ينفع اجوين او لا؟ وقالوا لي والله على حسب، يعني احنا بس هنشوف الكيس بتاعتك تنفع او لا. فعملوا لي التست التكنيكال فلقوا تمام، لا كويس، والتراك اللي انت هتدخلي فيه لسه فيه اماكن افيلبل. فيعني كان عندهم صدرهم رحب زي ما بيقولوا كده، انه ماشي اوكي حصل غلط من عندك او اي مشكله ما هنتحاول احنا نتحمله، يعني ما فيش مشكله لو انت قد المكان اللي انت تدخلي فيه. فالحمد لله كان ربنا وفقني ساعتها في الامتحان التكنيكال ودخلت التراك اللي انا كنت عاوزه ادخله يعني. تمام. طب خلينا نروح لباشمهندسه رضوى بقى نسالها عن المشروع بتاعها. المشروع بتاعك ايه وايه النوع الدراسه اللي انت عملتيه عشان توصل المشروع بتاعك ده؟ عملتي ريسيرش فين وازاي واخد منك وقت قد ايه؟ هو احنا بنختار التراك اللي هندخل فيه. انا كنت تراك مودرن وايرلس، انا ولاء، انا وهي كنا جروب واحد في مشروع واحد. يعني انتوا اتنين في نفس المشروع؟ اه مشروع واحد. احنا كنا خمسه في نفس المشروع. أوكي. احنا كنا خمسه في نفس المشروع. احنا كان عندنا بلاننج للفور جي على محافظه القليوبيه. اخترنا يعني محافظه القليوبيه، انا من محافظه القليوبيه، احنا اخترنا محافظه القليوبيه عشان هي فيها فرايتي في الارياز بتاعتها. فيها دانس اريا لمناطق متكدسه زي شبرا، وفيها الاربن مناطق هاديه بسكانها حسب المساحه بتاعتها، وفيها مناطق جديده زي العبور، وفيها هاي واي زي طريق مصر اسكندريه الزراعي. صحيح. فهي شامله كل الارياز دي، فكان نقدر نعمل فيها بلاننج بطريقه كويسه. حلو. طب مهندسة ولاء، يعني انتوا اخترتوا موضوع الفور جي في القليوبية، ايه مهم يعني ازاي نقدر نعمل ايه؟ يعني انا عايز افهم اكتر، عايز المشاهدين يفهموا اكتر ازاي توصلوا ان انتوا توصلوا الفور جي بمنتهى السهولة في مكان زي ده. هي الفكرة ما كانتش ازاي نوصله، هو موجود يعني. كان وقت ما خلصنا المنحة كان خلاص بداية اللونشنج بتاع الفور جي، لما كان في اعلانات كتير بقى، انت لو رحت الزمالك او رحت فين في القاهرة انت هتلاقي فور جي. طيب احنا كنا كجروب خمس بنات، كان كلنا جايين من مناطق يعني محافظات مختلفه، فما كانش عندنا لسه الفور جي، احنا كمان عايزين نبقى عندنا الفور جي. طب انتوا بتعملوا ايه للبلاننج الفور جي؟ بنحتاج يبقى عندنا ويب سايت بروجرام معين بندخل عليه فاليوز معينه، اللي هي زي ما رضوى كانت لسه بتتكلم، المساحه بتاعتي قد ايه، والاريا دي نفسها نوعها ايه، والناس اللي فيها كمان كلاس ايه. يعني مش اقصد اميز بين فئات المجتمع او اي حاجه، بس انا لو عندنا مناطق اقليميه او ارياف اكيد مش هيبقوا عندهم الديماند للفور جي زي مثلا أكيد. لو ناس عايشه في العبور. تمام. فكان دي كلها بتبقى الفاليوز انت بتبقى محتاجها عشان تعمل بلاننج فور جي. فالبروجرامز اللي كنا بنستخدمها دي كانت هي بتقول لي انا محتاجه على نمبر اوف سايتس للفور جي في المناطق اللي انت مديني مساحتها. تنزلوا تسالوا الناس يعني، تنزلوا تعملوا ريسيرش ومسح وكده ولا تستخدموا معلومات؟ على جوجل ايرث بنقدر نحدد المناطق، عدد سكانها كام، مساحتها قد ايه، من على الجوجل ايرث. وكمان كنا بنستخدم الويب سايت بتاع الوزاره، وزاره الاسكان، والتعبئه والاحصاء، كان كل منطقه فيها قد ايه، عدد السكان بتاعتها قد ايه، وبنحسب كمان ده فيها كمان اطفال وشيوخ قد ايه، اللي هو الناس اللي مش هتستخدم 4G. أيه. واللي بيستخدم 4G شباب زينا او ناس مثلا VIP بيشتغلوا في الحاجات تخص بالورك بتاعتهم. فكان دي برده من ضمن الحسابات او الفاليوز اللي احنا محتاجينها. واحنا عشان نعمل بلاننج، البلاننج مش حاجه جديده يعني، احنا كان معانا برضو اتنين عاملين مشروع بلاننج، بس الجديد اللي احنا عملناه ان اي حد كان ممكن يجيب ثيري من اي حته ويحط يعمل فيريفيكيشن بارقامه وينزلها. لا احنا عملنا الثيري بتاعتنا احنا اللي ابتكرنا الشيت بتاعنا اللي هنمشي عليه، يعني احنا اللي عملنا ارقامنا بايدينا. تمام. باستخدام GUI MATLAB واكسل، وعملنا فيريفيكيشن بينهم والحمد لله ظبطت معانا يعني. تمام. مين طلع عمل الديمو قدام الناس كلها اللي اتكلم عن المشروع؟ احنا كنا خمسه. انتوا الخمسه طلعتوا؟ اه عملنا برزنتيشن وكل حد قال حاجه عن جانب كل معين. واحد كان واخد. طب انت طلعتي قلتي ايه؟ فكريني كده. انا كنت واخده جزء الاكسل، فكنت انا طلعنا الايكويشن بتاعتنا، كنا بنشرح الايكويشن بتاعتنا ازاي طلعناها منين،
وبدأنا نشرح بقى المنطقة دي كان فيها كذا سكان، وعملنا البريفيكيشن بتاعنا على الإكويجن اللي احنا طلعناها وجابت لنا نتيجة كذا، واحنا كان كذا منطقة إيربن، منطقة مزدحمة ومنطقة متوسطة ومنطقة جديدة زي العبور والهاي واي. فاحنا رسمنا يعني شرحنا كل إيريا بتاعتها طلعنا بيها بنسبة قد إيه. برضه مهندسه ولاء كنا انا وهي في نفس الجزئيه تقريبا، كنا ماسكين الجزء اللي هو النظري بقى للفيريفيكيشن، عشان احنا زي ما رضوى كانت بتقول من شويه احنا في بروجرام بنستخدمه عشان نطلع الفاليوز بتاعتنا، احنا محتاج كام نمبر اوف سايت. طيب الجديد اللي احنا عملناه، احنا عملنا بروجرام يحاكي نفس البروجرام ده واستخدمناه احنا، ده البروجرام بتاعنا اللي احنا هنحسب بيه. طيب احنا برضه كان في حد كان شغال في سوفت وير، واحده من صاحباتنا اسمها اميره، يعني للاسف اعتذرت للمسابقه عشان او الحفله عشان حصلت ظروف وفاه مامتها، هي كانت تقريبا شايله السوفت وير كله، يعني هي ليها مجهود كبير جدا في البروجكت، بس للاسف عشان خاطر الظروف اللي حصلت لها كان هي المفروض تبقى معانا دلوقتي، فيعني الحمد لله. واحنا يعني بنشكرها من هنا وبنقول لها ميرسي اميره وميرسي منى ودكتور ايمان سراج الدين طبعا السوبرفايزر بتاعتنا، فيعني بنشكرهم كلهم اكيد كلهم مش البروجكت بتاعنا لوحدنا، يعني هو كان الجروب كان بتاع خمس بنات بدكتوره بتاعتهم دكتور ايمان سراج دكتوره بنت، فكل المكان كان شايفنا انتوا بنات، يعني سوري هم شايفيننا بسكوته صغيره انتوا مش هتعملوا حاجه. فروحنا لدكتور ايمان، يا دكتور احنا عايزين نبقى الفور جي بلاننج بتاعتنا او البروجكت بتاعنا حاجه تانية، عايزين نبقى مختلفين بقى، يعني في كان في كذا بروجكت بلاننج كان لازم احنا نطلع نقول لا احنا مش عشان بنات احنا مش هنعمل حاجه. انا عايز اتوقف عن النقطه دي بس يا جماعه، معلش، انكار الذات وروح الفريق، يعني هما بيتكلموا على كل الفريق اللي قدر ان هو يوصل لهذه يعني للمنصه او لهذا التكريم، ومش هما بس السبب، لا بيتكلموا على يعني كل الناس، ودي حاجه مهمه جدا لان النجاح بيبقى عن طريق فريق العمل مش عن شخص واحد بس، وانكار الذات والبساطه دي من اول سمات النجاح. انا يعني بحيكوا جدا على الموضوع ده، طبعا الموضوع ان انتوا بنات والكلام البسكوته والكلام ده انا مش مقتنع بيه تماما خالص، يعني لا هو دي كانت فعلا النظره والله نظره عليها، اديكوا اثبتوا العكس وبجداره يعني، ودي حاجه محترمه جدا وده الطبيعي، يعني الست المصريه ب 100 راجل بصراحه، يعني فاحنا بنقول كده على طول مش 100 قوي يعني عشان بس ما تتغروش يعني. طيب انا عايز اعرف، يعني خلينا نرجع للمبادره نفسها شويه، تمام، تفتكروا مبادره زي دي ممكن تفيد مصر بايه او شباب مصر بايه؟ خد رايك. حاجة عظيمة جدا، يعني احنا كان التكنولوجي في مصر اصلا كانت زي ما بيقولوا في ادراج محبوسة، يعني ان هي طلعت للنور وبقى في عندنا مبادرات في الصعيد، يعني الصعيد دي كانت بالنسبة لي منطقة بعيدة عن القاهرة، ما فيش تعليم ما فيش صحة ما فيش اي حاجة، ان هي يوصل فيها تكنولوجي ويبقى فيها كرة ذكية زي اللي عندنا هنا، لا دي بجد حاجة يعني بجد فخورين بيها ونشكر الحكومة عليها، بجد حاجة هايلة جدا واحنا مبسوطين بيها جدا. المبادرة دي تفيدنا بايه؟ احنا شخصيا فادتنا ان احنا اخدنا، يعني احنا السكولرشيب بتاعتنا كانت 5 شهور، اخدنا انجلش اخدنا سوفت سكيلز، يعني السوفت سكيلز اللي خلتني قاعدة قدام حضرتك دلوقتي وقادرة اتكلم، خلتني قاعدة قابل سيادة الوزير قبل الحفلة بروفة 3 ايام، خلينا نقابل خوف من الموقف ده، شالت عملت ايس بريكنج خالص يعني. الموضوع عملت شالت الرهبه الموجوده جوانا، فطبعا دي حاجه غير الكورسات، احنا اخذنا كورسات دوليه فور فري، فطبعا دي حاجه جميله جدا واحنا بنشكرهم عليها، يعني حاجه مهمه قوي يعني. تمام. الحمد لله. مهندسه ولاء، يعني احنا كمذيعين برضو بيجي لنا اوقات كده لما نقف قدام شخصيات كبيره اكيد بنبقى يعني بنبان ان احنا كويسين ومش مشكله وكرافات والكلام ده، لكن بنبقى قلقانين سنه، يعني في سنه، حته ان انت تكسري الحاجز دوت وتتكلمي مع وزير، مش كده وبس، ده انت تتكلمي قدام جمع كبير جدا من الشباب، مش كده وبس، تتكلمي قصاد رئيس الجمهوريه وجنبه مسؤولين كتير، وان العالم كله والميديا عماله مركزه معاكي، وانت طالعه تقولي بالظبط يمكن 5 دقائق بس، ممكن يكونوا من اصعب 5 دقائق ممكن يعدوا عليك، تحس ان 5 دقائق دولت 50 ساعه. اتعاملتي ازاي مع الموقف دوت ودخلتي في الموضوع ازاي، وهل كنت شايفه الناس ولا كنت قافله على اللي قدامك بس عايزه تقوليه؟ مبدئيا هو الموضوع يعني كنت متوتره وخايفه وكان موقف ليه رهبه، بس زي ما كانت لسه راضه بتقول الكورس السوفت سكيلز اللي احنا خدناه والبرزنتيشن سكيلز ده
قوه شويه عندنا الدنيا عندنا ما كانش فيه الرهبه دي قوي، هي كانت موجوده اوريدي بس الكورس ده كسر حاجز كبير فيها. تاني حاجه الوزير دكتور ياسر القاضي قعد معانا 3 ايام يعمل ريهرسل كتير جدا عشان الوقفه دي، كذا مره كان بيجيب معاه ناس مختلفه على اساس ان هو بيغير قدامنا الوشوش، بيورينا ان هو ما تخافوش يعني الدنيا سهله. هو نفسه شخصيا كسر حاجز الرهبه بتاعته كوزير انك تقف قدام وزير. تاني حاجه بقى لما وقفنا قدام الناس دي كلها فلقيت الناس كلها مدياني الاتنشن، هو عايزين يسمعوني الحمد لله، وكنا طالعين بابتسامه خفيفه فلقيت الناس لا مبتسمه مستعده انها تستجيب للكلام. الرئيس برضو كان قاعد مبتسم ان في بنات ما شاء الله كويسين وطالعين في بروجكت كويسه، هو فخور بيكم جدا واحنا كمان كلنا فخورين بصراحه. ربنا يخليك. فالدنيا بعد ما طلعنا فوق وقفنا، وكمان الريهرسل كانت عودتنا ازاي نقف على المكان ده، في المكان ده بالذات ما كانش مكان جديد بالنسبه لي عليا، فلا الدنيا اتكسرت الرهبه بعد اول 10 او 30 ثانيه مثلا الرهبه اتكسرت خالص، وبدات ان انا اتكلم فور فري عادي جدا. الدكتور خالد حبيب المذيع اللي كان بيقدم معانا على الستيج برده كان بياخد ويدي معانا كتير في ايام الريهرسل ساعة الحفله، اتكلم معاكم قبل الحفله كده خالد؟ كان شخصيه جميله جدا وبيعرف يفك الجليد اللي قدامه، يعني شخصيه ما شاء الله ما شاء الله عليه يعني. فهو كان معانا طول الوقت في الريهرسل. دكتور ايمان سراج المشرفه البروجكت بتاعتنا كان طول الوقت برده بتعمل معايا على التليفون، طب قولي كذا، لا انت كنت كويسه في كذا، طب قولي تاني، واعمل معاها ريهرسل بالتليفون واكلمها، طب يا دكتور في سؤال كذا، طب لو حد سالني بدي اقول ايه، تبقى معانا طول الوقت ما كانتش برده سايبانا. فدي كلها العوامل اللي خلتنا الرهبه دي اتكسرت، هو كانت موجوده بس كانت مختفيه يعني متغطيه زي ما بنقول. صحيح. طيب مهندس رضوى، يعني بعد المبادره والمؤتمر اللي شفناه والحاجات الجميله دي، ايه بقى الخطوه اللي جايه اللي هتحصل؟ هنشوف الفورجي في القليوبيه قريب ولا قدام؟ هو الفورجي خلاص اوريدي موجود يعني. كل الشبكات حتى الشبكه الجديده نزلت خلاص بال4G. احنا ممكن اي حد ياخد التطبيق بتاعنا يعمل فيريفيكيشن بارقامه خلاص هي نزلت، احنا موجود خلاص بتاعنا يتطبق على اي مكان تاني خلاص. احنا اي مكان في الجمهوريه ممكن في اسوان مثلا او الاقصر؟ اي مكان تمام، بس محتاج ان هو هيشوف بس هيشيل الارقام بتاعت عدد السكان والمساحات وهيغيرها، بس الشيت موجود بالايكويشن بتاعته كل حاجه، هو بس هيعمل فيريفيكيشن بعدد السكان والمساحه وبس كده خلاص. طب ده جميل. طب معلش هرجع تاني لحته الدراسه بتاعت المشروع، اخد منكم وقت قد ايه واخترتوا الموضوع ده؟ انا عرفت اخترتوا الموضوع ده ليه، يعني اخترتوا الموضوع ده وقلتوا هنركز عليه والوقت بتاعه والتوقيت بتاع المبادره او المؤتمر اللي فات دوت كان في صالحكم اكيد يعني ولا كان ايه؟ هو احنا قعدنا 4 شهور المنحه، اخر شهر ده كان للبروجكت، وكان كمان في اول اسبوع في الشهر ده كان امتحان الانترناشنال بتاعنا، فما كناش عارفين نتفرغ كويس للبروجكت، فاخر 3 اسابيع عملنا فيهم مجهود خرافي للبروجكت ده، وسبحان الله يعني الحمد لله نجحنا فيه ووصلنا للنتيجه اللي احنا كنا فيها. كان وقت كويس الصراحه 3 اسابيع يعني. هو البروجكت كان لسه برضو كنا محتاجين نضيف فيه شويه حاجات، كنا محتاجين ندخل عليه الجوجل مابس بدل ما تروح لجوجل ايرث وتدخل وتجيب الايكويشنز او المساحات بتاعتك وتحسبها، لا كنا عايزين نضيف ده كمان للبروجرام بتاعنا. بس كان دي الخطوه اللي كنا محتاجين نعملها، بس احنا وصلنا كتير قوي في ال3 اسابيع اللي قعدنا فيهم في البروجكت، انجزنا فيه كتير جدا جدا جدا، وكان وقت كان قليل قوي على المجهود اللي احنا كنا عملناه يعني. صحيح. المجهود بتاعنا كان خرافي بالنسبه للوقت ده. تمام. احنا للاسف الوقت جري بسرعه لكن احنا فخورين بيكم جدا، بس انا عايز رساله للشباب اللي عندهم فكر وعندهم طموح وعايزين يعملوا حاجه، لكن بيبقى في بعض الناس كده في حياتهم لازم يبقوا قاعدين كده يا عم يا جت عليك، هو انت اللي هتعدل يا عم اقعد بقى يا عم ما تكسرليش دماغي، اقعد سيبك انت هتعمل 4G ايه ولا مشروع يا عم اقعد. تقولوا لهم ايه ويتحركوا ازاي عشان يوصلوا فكرهم ويبعدوا عن الناس دي؟ عايز كلامك كده. اولا هو بعد الجرادويشن الناس ما بتبقاش محدده هدفها ايه، او بتبقى مش محدده اولوياتها ايه. المفروض ان احنا بنحدد هدفك بترتب اولوياتك، هتبدا بالمهم ثم الاقل اهميه، فدي هتاخد اصلا هتاثر وقت كبير جدا. ان انا احدد هدفي دي لوحدها عايزه تاثر وقت كويس قوي. بعدين بعد ما انت هتحدد هدفك هتعرف ايه ممكن الكورسات اللي تاخدها، هتنمي نفسك هتطور نفسك ازاي. بص لهدفك هتحققه ان شاء الله بالاصرار بإيمانك بربنا. الحياة أكيد مليانة ups and downs، مش كل لو حصل أي دروب في حياتك ما تقفش عليه، أي دروب هيبقى start الحياة جديدة،
حياه ناجحه، ما تقفش، صمم وان شاء الله هتوصل بايمانك بربنا باذن الله. الدنيا يعني احنا كنا بعد الجرادويشن لقينا حاجات كتير صعبه قصادنا، وخصوصا قلت لك ان احنا كنا جروب 5 بنات. اللي وصلنا لكل ده ان احنا كنا عايزين ننجح، احنا كان عندنا هدف في حياتنا ان احنا بندور ان احنا عايزين ننجح في حاجه احنا بنحبها، مش حاجه اي كلام وخلاص. احنا كنا حاجه بنحبها، اشتغلنا عليها واجتهدنا فيها، وصلنا الحمد لله اللي احنا كنا فيه ده. وكان على يعني كنا عندنا هدف ان انت هتنجح وخلاص، بعد ما توصل لنجاح كل حاجه تيجي وراك لوحدك، هتيجي هي لحد عندك، مش انت اللي هتدور عليها. انت لو محتاج انك تشتغل وتجيب فلوس، في 70 طريقه ممكن تجيب بيها فلوس، وممكن تجيب يعني الطرق اللي تجيب بيها فلوس اكتر بكتير جدا من الطرق بتاعه النجاح، وهتجيب فلوس اكتر بكتير قوي من النجاح اللي هيجيبه لك. بس انك تبقى حاسس انك نجحت وانك عملت حاجه حلوه جدا، هو ده احسن من فلوس مليون مره. ونجاحك هيجيب لك الفلوس في الاخر، ونجاح هيجيب لي فلوس، هو اللي هيجيب لي الوظايف والشغل لحد عندي. صحيح. يعني احنا المنحه دي او التكريم ده لما هيبقى حلو جدا لما نيجي نقدمه في السي في بتاعنا، الناس دي عملت فعلا بروجكت واتكرمت وقفت بالموقف اللي احنا كنا فيه ده. صحيح. لما يكون عندك نموذج مشرف زي ده تقدر تنام مستريح وانت عارف ان بكره هيبقى احلى بكتير جدا جدا جدا. خلوني اشكر مهندسه رضوى الجندي ومهندسه ولاء مختار على تشريفهم لينا في مصر جميله، وبجد احنا فخورين بيكم جدا. نموذج من شباب بيفرح. اوعى تقول هي جت عليا. يا حبيبي جت عليك. يا سيدي جت عليك. يا سيدي الفاضل جت عليك. اشتغل لنفسك ولبلدك، النماذج اهي مشرفه الى اقصى مدى، وبكره احلى باذن الله. نطلع فاصل مشاهدينا الكرام ونرجع تاني نكمل مع بعض مصر جميله.